السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. النهار ان شاء الله غنتكلموا على واحد الحلقة ديال الصغار الارانب في عمر الاسبوع، يعني عندهم 7 ايام او 8 ايام بالضبط. كاع كما كتشوفوا ها هي الام ديالهم هنايا، عندي واحد الخلفة هنايا، راني كنت وعدتكم انني غادي يعني نوريكم مراحل ديال النمو ديالهم. اذا ها هي الام ديالهم، كما كتشوفوا راني داير لهم واحد الغطاء انتما باش يعني بيت الولاده، لان فيه غير السلك انتما كما كتلاحظوا معايا. كنحاول انني نغطيهم هكا، وفي الليل كنشعل لهم الضوء على حسب التدفئه. الضوء عادي، بولا انتما كما كتشوفوا عاديه، ممكن انكم تشوفوها. اذا بعد مرور 7 ايام اسمو كيوقع الارانب انتما كما كتشوفوا. اولا كيبدا يكبر لهم الشعر ديالهم، انتما دابا ولا الشعر بارز، ممكن انكم تعرفوا انه هذا بابيون، هذا شانشيلا، وبحال جوج شانشيلات، وحده غري وحده قويه، وجوج ديال نيوزيلندي. اهم حاجه في هذه المرحله هذه انكم ما تبقاوش يعني تخربوا فيهم بزاف، لان دابا انا راني ملاحظ ان الام ديالها راها هي مجبده حداهم. كي غادي نبغي يعني نحادي فيهم، يعني نخرب فيهم، غادي هي تدافع عليهم، وغادي انها تبغي تطير عليا وتعضني. اذا في هذه المرحله حاولوا انكم ما تبقاوش تخربوا فيهم بزاف، ممكن انكم تطلعوا عليهم تشوفوا غير واش راهم حيين وصافي. يعني ملي تشوفوهم هكا مكمكمين في واحد الجهه، غالبا الله يحفظ ملي كيموت شي واحد كتلقاه بوحدو في واحد الجهه مفروز بوحدو. اذا احنا نتمنوا ان يعني كاع الناس المربين انهم ينجحوا في التربيه ديال الارانب في هذه المرحله بالذات، لان المرحله صافي ما بقاش فيها الموت بزاف الحمد لله. ممكن انكم يعني من هنايا واحد حتى شهر 3 عاد ممكن انكم ديروا لهم واحد الدوايات ولا. اما في هذه المرحله هذه راه ما كاينش الموس، حاولوا انكم تستافدوا من هذه المرحله يعني قدر ما يكون، لان ما كاينش الموس، كاين يعني الخصوبه بدات كتزاد في هذه الايام، يعني ممكن ان التلقيح يكون في هذه الايام. لقحوا واستافدوا مزيان من هذه الايام، راها مبروكه ان شاء الله. اذا سميتو لهاد الارانب الصغار في عمر الاسبوع باش كيمتازوا انهم كيكون الشعر ديالهم بدا كيبان، يعني كيبان لكم باللي راه ارنب، يعني كيكبروا له اللودينات ديالو، الشعر كيكبر. ولكن لاحظوا ان العين ديالهم بحر الله كيفاش كتحل. انا غير اللي بغيت نشير ليه في هذه الحلقه انكم في هذا العمر هذا حاولوا انكم ماشي تخرجوهم من الشمس، لا، يعني انا شوف كيفاش راني داير لهم، راني غير شويه الشمس عاطيهم، ولكن غير غنكمل الفيديو ان شاء الله غادي نغطيهم، لان الشمس كتاثر لهم على العيون ديالهم، العين ديالهم كتكون باقا ما محلولاش، وهما بحال نقولوا شي واحد كان في الظلمه وبغيت يتخرجوا للنور، انه كيلقى واحد الصعوبه باش يفتح عينيه. هكا كيوقع لهم. حاولوا انكم تكبروهم غير في الظلمه، ولكن في نفس الوقت الاشعه ديال الشمس تكون ضاربه في المكان ديال الولاده، واخا هما مغطيين، ولكن الشمس ديك التدفئه ديالها والنور ديالها راه ممكن انه حنا نقولوا نعتبروه كطبيب، راه الاشعه ديال الشمس ولو تكون خافته. يعني لاحظوا انني ما عاطيهمش الشمس بزاف، يعني راه غير واحد شويه راني عاد غادي نغطيهم، ولكن هذاك الشمس انايا هاد الدواره هذه داير يعني القفص مقابل هاد الجهه. لاحظوا انكم كتشوفوا يدي ها هي ضاربه فيها الشمس، يعني راه الشمس ضاربه لهاد الجهه، واخا انا كنغطيهم من هنايا كيبقى داخل لهم من هاد الجهه واحد اشعه ديال الشمس داخله عندهم لداخل. علاش؟ لان الشمس راه يعني ممكن ان نعتبروها كما قلت كطبيب. اذا هذه هي الحلقه ديال النهار، شوفوا سبحان الله كيفاش يكونوا دايرين في هذا العمر هذا. ديما حاولوا ما توريهمش للناس بزاف، يعني حاولوا انكم هالموضوع ديال بلي راه ولدت عندي ارنبه
حاولوا تكون يكون عندكم نتوما الداخل ديالكم، ما تبقاش تبوحوا به بزاف للناس. لا اعتبروه كسر والحمد لله راه الامور غادي تمشى هي هذه. مره شوفوا لاحظوا الكرش ديالهم خاصها تكون عامره بالحليب، يعني ما تكونش الام ديالهم قطعت. ممكن انكم تقلبوا الحلامات ديال الام وتشوفوا واش راه فيها الحليب ولا لا. في حالات الا كانت صغار بزاف، انا بحال هاد الخلفه هذه عندي فيها خمسه راه كترضعهم على اكمل وجه. بالنسبه للماكله يعطيوها في هاد السيمانه الاولى عطيوها مسكينه راه كتكون نقصت. لاحظوا انني عطيتها شي شويه ديال الماكله راها بدات كترجع للصحه ديالها. انتم تبارك الله صلاه النبي انتم. الاقامه ما كان خطيها لهاش، الاقامه ديال الاتاي حنا غير كنرميوها، ولكن هي راها كتستافد منها بزاف. مره معلقه ديال العسل كما قلت لكم في في, في 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 الماء، عسل عادي. بالنسبه للنخاله ممكن انكم تخلطوها بشويه ديال الماء دافئ وتعطيوها لها، راه حتى هي كتنفعها. فهاد المرحله دابا صافي بدات كتاكل مزيان. الخبز حتى هو صالح لها انه باش يرد لها شويه ديال خبز جاف باش يرد لها شويه ديال الصحه ديالها. بالنسبه للحوايج اللي كيديروا الحليب كاين التفاف، راه باقي ما موجودش في الوقيته هذه. السكاليم ديال الحليب حتى هو ممكن ان هاد الصغار ديما تلقى الكرش ديالهم مملوءه، لان كتهلاو قداش ما تهلايصو في الام قداش ما هاد الصغار هادو غادي يكونوا مزيانين. اذا الحلقه ديالنا هي هادي، دعيو معنا ان هاد الصغار هادو يكبروا ونديروا بهم حلقات مع بعضياتنا. الناس اللي عندهم بحال هاد الشكل ديال هاد الخلفه هادي كنرحب بالتعاليق ديالهم طيبه، يعني الكميه ديال الاكل كيفاش التعامل مع هاد الصغار اي حاجه بغيتوها انا راه الاشاره. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. تكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله، وتكيو على زر الجيم باش تساندونا. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.